قبيل ساعات من جلسة البرلمان سانت ليغو يعيد الاعتصامات أمام الخضراء، ودائرة الرفض السياسي للقانون تتسع. إلا بموافقة بغداد، تركيا توقف صادرات النفط الخام من شمال العراق، ونواب يتحدثون عن حلول لسد عجز الموازنة. بعد تراجع مناسيب المياه، بلاد الرافدين تشكو جفافها أمام الأمم المتحدة، وتحذير نيابي من هجرة شاملة لسكان الجنوب. وتزامنا مع أيام رمضان، أسعار المواد الغذائية تواصل ارتفاعاتها الجنونية، والجهات الرقابية صماء عن أنين المواطنين. أهلا بكم. يسعى مجلس النواب اليوم لاستكمال التصويت على ما تبقى من فقرات تعديل قانون الانتخابات في جلسة أعلن عنها بعد انتهاء التصويت على 7 مواد من أصل 15 الأسبوع الماضي. وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، إن جلسة اليوم تتضمن التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، مضيفا أن الجلسة تتضمن أيضا التصويت على قناعة مجلس النواب من عدمها على أجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي. في الأثناء شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى اعتصاما وتظاهرات شعبية ليلية رفضا لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان جزئيا ويستعد لاستكمال التصويت عليه اليوم. ونظم المئات من المحتجين اعتصاما في محيط المنطقة الخضراء معبرين عن رفضهم للقانون، وحملوا شعارات ولافتات ترفض القانون، معتبرين أنه فصل على مقاس الكتل الكبيرة السياسية، مؤكدا أنهم سيواصلون الاعتصام رفضا للقانون. هذا وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد إغلاقا لجميع مداخلها تزامنا مع التظاهرات الرافضة لقانون الانتخابات. مراسل الرابعة ذكر أن الأجهزة الأمنية أغلقت المنطقة الخضراء بالكامل، في حين يتم السماح لأصحاب الباجات فقط بالعبور. هذا ومن المتوقع خروج التظاهرة الجديدة اليوم احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو. إلى ذلك، جددت حركة امتداد رفضها لقانون سانت ليغو معلنة دعمها للاحتجاجات الرافضة له. الحركة في بيان لها أكدت دعمها المطلق للاحتجاجات ومظاهرات السلمية الرافضة لقانون الانتخابات، معبرة عن رفضها لقانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو سيئة الصيت. من جهتها، أشارت قوى التغيير الديمقراطية إلى وقوفها مع المحتجين السلميين الرافضين لتمرير وتعديل قانون الانتخابات. وذكر بيان للقوى أن أحزاب السلطة عمدت إلى إقرار القانون متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، إضافة لاعتراض العديد من النواب وبمخالفات واضحة للدستور، مؤكدة العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة وماراثون استمر لساعات طويلة. هذا وما زال جدل سانت ليغو يفرض نفسه بقوة على تفصيلة تعامل القوى السياسية مع قانون الانتخابات، والذي أثبت لغاية اللحظة أنه القانون الأكثر جدلية وأكثر استمرارية بتوليد الأزمات، فيما يمثل التحدي الأبرز باستكمال التصويت على بقية فقرات القانون. في مواجهة التصويت النيابي، يرزع قانون انتخابات مجالس المحافظات لإكمال ما تبقى فيه من مواد جدلية بعد إدراجها البرلمان على جدول أعماله. جدليتنا تكمن في رغبة قوى سياسية بإعادة إحياء نظام سانت ليغو وقاسمه الانتخابي 1.7، وأخرى تريد الإبقاء على نظام الدوائر المتعددة. طبعا الأحزاب لكونه تفكر تتشبث بمواقعها الحزبية وبمناصبها، فتحاول تستغل
قوانين سانت ليغو للحصول على أكبر عدد من الأصوات وتوزع على أعضاء الفاشلين ربما، بينما هناك من الأحزاب الصغيرة أو من الشخصيات الوطنية اللي ممكن أنه يحصل بعض الأصوات نشوفه ما ينجح. فيما يرى مراقبون إن إصرار القوى السياسية على تمرير قوانين لا تتماشى مع الرغبة الشعبية، ومن بينها قانون الانتخابات، سيزيد من فجوة القطيعة الشعبية السياسية، ويتقلص بذلك حجم مشاركة الناخبين وتقتصر على جمهور الأحزاب. هذا القانون راح يعزف عنا كثير من الشعب العراقي، فقط راح ينتخب المتحزب، فقط المتحزب هم كتلهم، والمتحزبين من عندهم المستفادين هم فقط من راح يصوت يروح يدلو بدلوه بالانتخابات هاي. اما اغلب العراقيين على ما يبدو انه غير موافقين وما يروحون لهي الانتخابات. وبحسب اللجنه القانونيه النيابيه، انما تبقى مواد تشريعيه مؤجله لقانون انتخابات مجالس المحافظات هي 15 ماده، بعد ان مضى بالتصويت على 70 منها خلال الجلسه الماضيه. وتكشف مصادر نيابية أن بعض القوى المستقلة التي كانت تعترض على قانون الانتخابات تم إعطاؤها ضمانات تتيح لها المشاركة الواسعة وعدم الإقصاء. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. أكدت اللجنة القانونية النيابية أن قانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي فاقد لشروط تمريره. عضو اللجنة محمد الخفاجي قال إن التصويت على قانون الانتخابات مخالف للإجراءات التشريعية في مجلس النواب، لأنه لم يتم التصويت عليه داخل اللجنة القانونية. ألفت الخفاجي إلى أن تمرير فقرتين من القانون كان بعجالة من رئاسة المجلس. في غضون ذلك، اتهمت الجبهة التركمانية الكتل الكردية في كركوك بتزوير سجلات الناخبين المعدة لانتخابات مجالس المحافظة. وذكر المتحدث باسم الجبهة التركمانية محمد سمعان إن جبهته اقترحت اعتماد المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات كفيصل وحيد من أجل إجراء اقتراع حر ونزيه. تطالب قائمة جبهة تركمان العراق الموحد كافة الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي دعم مطالب أبناء محافظة كركوك بضرورة إدراج المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك إلى قانون الانتخابات. منذ عام 2008 توافقت مكونات كركوك بضرورة تدقيق سجل الناخبين، وذلك للإضافات التي حصلت إلى سجل الناخبين من غير أبناء المحافظة، وهذا ما أثبتته تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق. وتكررت هذه المطالبات بتدقيق سجل الناخبين وبتوقيع كل مكونات المحافظات عامي 2018 و2019، إن قرار المحكمة الاتحادية المرقم 11/2010 قد أثبت بما لا يقبل الشك إن الاعتماد على البطاقة التموينية كأساس لسجل الناخبين يفتقر إلى الدقة، ودعت إلى ضرورة إيجاد أسس أخرى لتنظيم سجل الناخبين. وقد أثبتت الكتب الواردة من وزارة التجارة إلى محافظة كركوك مؤخراً ما ورد من قرار المحكمة الاتحادية، حيث أوضحت وزارة التجارة بوجود أكثر من 300 ألف ناخب من محافظة كركوك من غير أبناء المحافظة. تشد الخلافات داخل الأروقة السياسية حول شكل قانون الانتخابات الجديد، إذ يترقب الشارع جلسة السبت لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور. قانون سانت ليغو أو ما يسمى بقانون الدائرة الانتخابية الواحدة عاد إلى الواجهة من جديد ضمن مناقشات القوى السياسية في البرلمان الرامية إلى تعديل قانون الانتخابات بعد فشل قانون الدوائر المتعددة في تحديد ملامح واضحة وبحسب المراقبين للدورة النيابية الحالية. في الحقيقة موضوع المعترضين اعتراضاتهم واردة، لكن تعرف جنابك احنا نعمل في البلد في نظام برلماني، والنظام البرلماني هو من يقوم يعني بأكبر كتلة سياسية داخل البرلمان يمكن تمرير القانون التي ترغب فيه. لكن من خلال يعني متابعتنا لتمرير هذا القانون انه الكثير من الاجتماعات التي اجريت مع القوى الناشئة والمستقلين الذين لديهم بعض الاعتراضات على هذا القانون، وتم معالجة هذه الإشكالات. المناقشات ما زالت جارية داخل وخارج البرلمان، والتي رجحت اعتماد نظام الدائرة الواحدة
الأمر الذي زاد من مخاوف القوى الناشئة من أن يعتمد هذا النظام الذي سيحرمها من نيل أصوات كافية. نحن لسنا على اعتراض على قانون سانت ليغو من حيث المبدأ، ولكن نعترض على ما في داخله من النسب، نعترض على ما في داخله من قضية نقل الصناديق، تصويت الخارج، تصويت النازحين، هناك عبوات منفخخة داخل القانون. فيما يرى آخرون إن نظام سانت ليغو بنسخته المعدلة سيضمن استقرارا سياسيا في البلاد، والذي سينعكس إيجابا على المجالات الأخرى. بصراحة اليوم احنا نشوف القانون الانتخابي فيه تعزيز للاستقرار السياسي، فيه تقليل كبير في الفوضى السياسية الحاصلة من هذا التشتت في القرار السياسي. هذا يخلي المسار ممتاز احنا نعتقده، وبنفس الوقت هذا القانون يعطي فرصة كبيرة للقوى المستقلة والصغيرة فيما لو ائتلفت فيما بينها وشكلت تحالفات متعددة على أخذ مقاعد أكبر. قانون الانتخابات الذي بات مثار جدل بين الأوساط السياسية يتطلب حسمه مناقشات بين المختصين، عسى أن يجد طريقا سلسا للتصويت عليه. تحسين الشيخ الرابعة، النجف الأشرف. نتحدث عن قانون الانتخابات وجلسة البرلمان اليوم مشاهدين مع عضو تحالف الفتح السيد سلام حسين. أهلا بك سيد سلام، إذا كنت تسمعني، جلسة منتظرة لمجلس النواب يريدون استكمال التصويت على تعديلات قانون الانتخابات، في المقابل هناك بالتأكيد وصلتكم المعلومات والأخبار أنه اتساع لدائرة رفض القانون، ووصلت المرحلة إلى الاعتصامات إلى التظاهرات. وفق كل هذه المعطيات، هل ستعقد جلسة اليوم؟ سيد سلام، إذا كنت تسمعني. نعم. طيب، سألتك عن الجلسة، هل تتوقع أن تعقد جلسة اليوم أمام هذه الأخبار والأخبار المضادة بين القبول والرفض لسانت ليغو؟ السلام عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة في البث. عليكم السلام. نهنئكم والعالم الإسلامي وشعبنا العراقي بحلول شهر رمضان الكريم، الذي نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة إن شاء الله على شعبنا العزيز ووطننا إن شاء الله الجريح. إن شاء الله، نعم. ليتشافى ويتعافى من جروحه. نعم. فيما يتعلق بموضوع الجلسة، الجلسة لحد هذه اللحظة ما زالت قائمة، وهناك إصرار على أن تخرج بنتيجة يعني ترضي الشعب العراقي وتقلل من حجم الاعتراض، إذ لا يوجد هناك نظام، أي نظام انتخابي لا يوجد فيه طرف رابح وطرف خاسر، وهذه قضية طبيعية ومعمول بها في كل النظم الديمقراطية بالعالم. الموضوع هناك تخوف من قبل المستقلين وما يطلق عليه الكتل الناشئة الأحزاب الصغيرة من كونها قد لا تحصل على المقاعد كما حصلت عليه في الدورة السابقة. الموضوع ليس هكذا، يعني بإمكان المستقلين أن يجمعوا أصواتهم ويتوحدوا في كتلة ائتلاف أي شيء من هذا القبيل، يجمعوا أصواتهم ويحصلوا على مقاعد قد تصل إلى أكثر مما حصلوا عليه فيما حصل في الانتخابات السابقة، عفوا قلت الدورة السابقة. سيد سلام، الموضوع هكذا لا يشمل عند هذه النقطة تحديدا، أنه الموضوع لا يشمل فقط المستقلين والكتل الناشئة، بل يشمل بشكل أو بآخر التيار الصدري. لغاية هذه اللحظة أنه لم يعلق على موضوع تعديل قانون الانتخابات الذي عمل ما عمل في السابق لإقراره. برأيك هل هذا السكوت هو ممكن القول أنه السكوت الذي يسبق العاصفة؟ التيار الصدري تيار معروف بانضباطه وتيار معروف بسعته، و أنا أرى أن التيار الصدري فائز في كل النظم سواء طبق هذا أو ذاك، هذا الموضوع يعني، لكن التيار الصدري حاليا يرقب الساحة ويحاول قراءة يعني ماذا يدور في أروقة البرلمان أو في الأوساط الشعبية لغرض تحديد الموقف النهائي منه. أما موقف رافض لحد هذه اللحظة لم نلمس سوى ما يقال عن هذا أو ذاك من التيار أو من غير التيار وينسب إلى التيار. التيار الصدري يعني تيار معروف بوطنيته،
وتجاهل التيار الصدري ايضا في الواقع هو يعني ظلم واجحاف بحق شريحه كبيره من ابناء الشعب العراقي الموجودون حاليا تحت قبه البرلمان، يعني لم يقفلوا هذه الحقيقه. الكل تحترم وقاعده التيار الصدري. لماذا وهناك لماذا لا يتم الجلوس بين جميع الكتل السياسيه كما تفعل دائما، تتفق على صيغه واحده للقانون بدل هذه المشاحنات داخل البيت التشريعي؟ قضية البرلمان يعني معروفة، يعني ليس بالأمر الجديد، في كل برلمانات العالم تحصل هناك معارضة دستورية ومعارضة خارج قبة البرلمان. حاليا التيار الصدري يمثل يعني معارضة شعبية كبيرة واسعة، والكتل التي اجتمعت اليوم تجتمع إن شاء الله لحسم هذا الموضوع، هناك تواصل مع التيار الصدري للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، فالموضوع ليس كما يريد أن يصوره أنا أقول أعداء الشعب العراقي الذين لا يريدون لهذه العملية أن تمر. سيد سلام حسين عضو تحالف الفتحي، شكرا جزيلا لك سيد سلام. قررت تركيا إيقاف صادرات النفط الخام من شمال العراق بعد الحكم في قضية التحكيم. مسؤول عراقي ذكر أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكمت لصالح العراق بخصوص تصدير نفطه من الشمال، وأشار إلى أن تركيا لن تسمح لشاحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق مغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد. أكد عضو مجلس النواب السابق مشعل الجبوري أن نهج وحرص رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني من مؤهلات تسنمه هذا المنصب. الجبوري وفي حديث لبرنامج حق الرد كشف عن تعرضه للابتزاز من قبل مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن الفساد في هذا المكتب وصل إلى درجة وقحة لم تحدث في أي مكان بالعالم. محمد الشياع السوداني انا عندي علاقه به خاصه، لا كرئيس وزراء، عفوا ما تحكي عن رئيس وزراء، انا تحكي محمد الشياع السوداني الانسان. طيب وهو يعرف انا قايل للاخ محمد الشياع السوداني سابقا انه انا اعتقد هو رئيس الوزراء القادم، واعتقد كان انا في هذا الكلام بيني وبين بيته بجادريه قبل 7 سنين من 2000 في زمن ابو مهدي المهندس. انا دا اتكلم الطريقه نهج الاسلوب مال الحياه، الحرص على حريص على الشيعة ولكن ليس على حساب السنة. كان أبو مهدي المهندس شخص استثنائي. رجال شروقي محمد الشياع السوداني. إيه هو لأن أبو مهدي المهندس رجال شروقي. الله يرحمه. اثنين مشروقي. هذا من أبو الخصيب وهذا من العمارة. فأعتر أصلاً واحدة من ميزاتهم من المشروقية. دفعوا في قضية تتعلق بي شخصياً. حكيت بها مع الكاظمي. الكاظمي شخصياً. تم ابتزازك يعني؟ طبعاً. مكتب الكاظم والله العظيم مشعان الجبوري بشرفي ما خافوا منك بشرفي اقسم بالله العظيم ومو قصدي يعني سريه انا الكاظمي افترض صديقي من هو عمره 13 سنه زين تربطني بعلاقه طيبه اصدر اوامر امامي حاسمه هذا الموضوع يمشي بهالطريقه والله العظيم قالوا لي روح خلي الكاظمي يمشي بشرفي وفي مكتبه ولن تمر قبل أن يقبضوا، ما قبضوا مني، قبضوا من واحد دفع بالنيابة عني، يعني دفعني ما دفع. الفساد كان في مكتب الكاظمي، ما حد شيطنة، كان فاسد إلى درجة وقحة لم تحدث في أي مكان بالدنيا، لا عبد حمود سواها ولا. من جانب آخر قال الجبوري إنه لا يمكن الوثوق برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مشيرا إلى أن نهايته ستكون مأساوية على حد قوله. وأضاف الجبوري أن الهدوء الحالي سيجعل المكون الشيعي يميل إلى ترشيح أسامة نجيفي بديلا للحلبوسي. أنا بعد ما طلعت من الحلبوسي وصرت حليف وياه قلت أني خايف من عنده، وحضرتك أكيد شايف هذا الكلام، قلت أني ما أثق به وأني خايف من عنده وياه قلت هذا أي وأني أتوقع في أي لحظة يقدر بينا، وأني كنت صحيح، لعب سنة وشيعة وكراد بس دكي. بس ها سنة وشيعة وكراد ها شنو قدرات هائلة قدرات هاي أنا ما بخفي عليك أنا أقول هو شخص ولكن وهم تذكرها نعم سينتهي نهاية مأساوية أنا أعتقد
لحظة الصفاء يعني أفترض الآن هذا الاستقرار الهدوء والأداء الأفترض محايد للحكومة الحالية سيجعل الشيعة يصوتون للسيد أسامة النجيفي. أعتقد أن عقلاء الشيعة لا أنا أحكي عن الناس أي ذول عقلاء الشيعة يؤثرون في الناس زيادة. عقلاء الشيعة أدركوا الخطر الذي يمثله السيد الحلبوسي مو على الآن هيش نعطيك مثال بسيط الآن نهج الدولة يريدون ميزانية مال 3 سنوات كل الدولة تؤيد النهج ميزانية 3 سنوات إلا الحلبوسي لأن رئيس برلمان سلطة تشريعية سلطة رقابية بس خلق لك دحشي على شخص الحلبوسي ليش؟ الشيخ الخنجر يؤيد ميزانية 3 سنوات الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤيد ميزانية 3 سنوات الاتحاد يؤيد ميزانية 3 سنوات الإطار يريد ميزانية 3 سنوات كلها له أسبابه إلا السيد الحلبوسي ليش؟ يقولهم أنا أنطي الحكومة 3 سنوات ويروحون يرتاحون شنو راح يبقى سلطة تأثيري عليهم إذا مو كل سنة أجيبهم عندي؟ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة تتفهم ما تعانيه بلاد الرافدين من نقص حاد بالمياه وانخفاض مناسيب دجلة والفرات. رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد خلال لقائه غوتيريش على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه استعرض الأعباء التي يتحملها العراق جراء أزمة المياه فضلا عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة. بجوره جدد غوتيريش دعم المنظمة الدولية للعراق وجهوده للحد من مخاطر أزمة المياه والتغيير المناخي. في السياق طالبت وزارة الموارد المائية الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات وتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين. وكشفت الوزارة في بيان عن وجود جملة من الإجراءات الإيجابية التي تمخضت عنها زيارة رئيس مجلس الوزراء وتمثلت بموافقة أنقرة على زيادة الحصص المائية لنهر دجلة لضعفين ولمدة شهر نتيجة للوضع المائي الحرج في العراق وتدني الخزين المائي وقلة الإيرادات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجانبين مستمران بالتباحث الفني للتوصل إلى حلول مناسبة ترضي الطرفين. ومع تزايد رقعة الجفاف في البلاد حذر النائب عن محافظة النجف الأشرف محمد عنوز من مخاطر حدوث جفاف غير مسبوق في وسط وجنوب العراق بسبب قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع. عنوز قال إن الجفاف يمثل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية مبينا أن العراق يعاني من شحن بالواردات المائية ما قلل من إطلاقات الخزانات نحو المحافظات الوسطى والجنوبية. تعجز عن سد حاجة الأنهر والجداول من المياه، هكذا ترى موارد بابل المائية موقف الموجودات المطرية السابقة، حيث ينقل عنها مراسلنا زيد الشهيب عجز هذه المياه في إدارة الزراعة وتلبية حاجات المحاصيل في المحافظة. ينتظر هذا الفلاح وصول عجلات الحمل التي تحمل مياه الشرب وسقي مزروعاته. يبدأ باستغلال الوقت وملء خزاناته بأكبر كمية ممكنة لري مزروعاته وتوفير المياه لبيته الصغير. حل فصل الصيف ولا إجراءات تذكر من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة، حيث تنتظر الأخيرة رد الموارد بكميات المياه الموجودة لغرض إعلان الخطة الزراعية الخاصة بدعم الفلاحين. بالنسبة لفصل الصيف لحد الآن لم يتخذ قرار بانتظار صورة واضحة عن الموقف المائي من وزارة الموارد المائية. عد ما بلغنا جد كميات المتاحة للزراعة في الموسم الصيفي إن شاء الله راح نحلل عنها في وقت لاحق. 25 قرية في مختلف أقضية ونواحي المحافظة تسعى حكومة بابل المحلية لإيصال المياه والخدمات لها بحسب إحصائية وزارة التخطيط، حيث تعتمد على إكمال خدمات القرية الأوسع بالمساحة والأكثر خدميا
لتصبح بذلك هي المسؤولة عن إيصال الماء إلى بقية القرى المجاورة لها. رسمنا استراتيجية تطوير هالقرى من خلال ترشيح مجموعة من القرى لتكون مؤهلة للتطوير، نركز الخدمات في هالقرى اللي يطلق عليها القرية الأم، وبدور هذه القرية أنه تخدم القرى المتوسطة والصغيرة المجاورة لها. وتسعى الحكومة المركزية لوضع خطة استراتيجية بالتعاون ما بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لإسناد الفلاح وتوفير تخصيصاته المالية في موازنة هذا العام. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. الخبير المائي محمد طالب ينضم إلينا مشاهدين عبر سكايب. أهلا بك سيد محمد. حتى هذه اللحظة ووفق التقارير والأخبار، جفاف غير مسبوق يتعرض له العراق، تحذيرات أيضا من امتداد مساحات وأراضي أكبر. بداية دعنا نتحدث عن الأسباب، نتحدث عن المسببات، كيف ستؤثر على وضع البلد؟ سيد محمد، إذا كنت تسمعني سنكون معك أيضا بعد قليل إلى أن يتم تأمين الصوت بشكل واضح. قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أن افتتاح مصنع الصحة الوطنية رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية، بما أكد أن الأمن الدوائي والصحي أهم متطلبات العراقيين. وأوضح السوداني في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح إن مصنع الصحة سيؤمن جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة، وأن افتتاحه رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية. اليوم ولله الحمد وبعد هذه الجولة والاطلاع على كل تفاصيل، نستطيع القول بأنه سوف يؤمن كامل احتياجات مؤسسات الصحة من المطهرات والمعقمات ومستلزمات المستشفيات ومحاليل غسل كله. هذا منجز مهم، كون أغلب السلبيات التي رافقت تقديم الخدمة للمرضى كان بسبب نقص هذه المواد وصعوبة تأمينها من خلال استيرادها من خارج العراق، وما يرافق ذلك من مشاكل كثيرة كانت تعاني منها وزارة الصحة في سبيل تأمين هذه المواد. لا بل إن بعض الحالات، وأنتم مطلعون عليها، إن بعض المستشفيات تقف عاجزة في تأمين محاليل غسل الكلى، لذلك تطلب من البريض تأمينها من السوق المحلية. المستشفى الطعب المصنع بمشاركة مع العيادات الشعبية لوزارة الصحة، وهذا أيضا مكسب للوزارة أن لديها نسبة 15% من المبيعات من هذا المصنع ومنتجاته. كشفت اللجنة المالية النيابية عن 4 مواد تسهم في سد عجز الموازنة، أهمها الفرق بين سعر بيع النفط الفعلي مع السعر المعتمد في الموازنة. عضو لجنة معين الكاظمي قال إن باقي الموارد هي إمكانية تصدير 200,000 برميل نفط إضافية، بالإضافة إلى الوفرة المالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة والقروض. وأشار الكاظمي إلى أن اللجنة المالية ستعمل على تقليص العجز مع أخذ احتمالات سلبية مثل هبوط سعر النفط. نعود إلى ملف المياه مشاهدينا مع ضيفي مرة أخرى السيد محمد طالب الخبير المائي. سيد محمد، كنت قد سألتك عن الامتداد والتعرض وما يشهده العراق الآن، الأسباب والمسببات، كيف سيؤثر ذلك على وضع البلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أزمة المياه ليست الأولى هي اللي يمر بها البلد. احنا نأمل من خلال زيارة دولة رئيس الوزراء إلى تركيا بأنه يكون هنالك حلول ضمن المستقبل القريب لمعالجة شحة المياه في فصل الصيف. نحن الآن نتكلم عن توفير مياه شرب، لأنه حسب خطة وزارة الموارد المائية لا يوجد أي موسم صيفي في هذه السنة، لكن هناك مشاكل سبب الأزمة، هناك مشاكل داخلية ومشاكل خارجية.
استاذ انت تسمعني حتى استمع؟ نعم صوت واضح يمه. نعم سيد محمد. نعم نعم. هناك مشاكل داخلية ومشاكل خارجية. المشاكل الخارجية هي ضعف الإيرادات وقلة الأمطار، هذه بدورها أدت إلى عدم وجود خزين كافي لتأمين توزيع حصص المياه لأغراض الزراعة خلال موسم الصيف القادم إن شاء الله. المشاكل الداخلية اللي موجودة عندنا بالبلد هو سوء توزيع الحصص بين المحافظات، ولاحظته خلال اليومين الماضيين ما كانت هناك ضجة إعلامية وتدخل مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء مع محافظة المثنى، حيث كانت الإطلاقات لمحافظة المثنى في شط الحلة اللي هو يكون مصدر المياه الرئيسية للشرب وللزراعة لمحافظات الحلة والديوانية والمثنى، هناك أزمة كانت في محافظة المثنى وتجاوز محافظة الديوانية بشكل كامل دون السيطرة من قبل وزارة الموارد المائية على هذه التجاوزات، لكن بعد تدخل دولة رئيس الوزراء إرسال قيادة العمليات المشتركة، اجتماع أمني كان بين قيادة شرطة الديوانية شرطة المثنى، تدخل السادة المحافظين حسب خلية الأزمة اللي يشكلها دولة الرئيس، وإذا ثاني يوم وصلت الكمية إلى محافظة المثنى لغرض تشغيل مشاريع الإسالة، تبين هناك إن تجاوز كبير من قبل محافظة الديوانية على النهر وأخذ الحصة بالكامل لأغراض الزراعة، ومحافظة المثنى لا توجد فيها مياه للإسالة. هذه مشاكل هي مشاكل داخلية، يجب على وزارة الموارد المائية الأخذ بنظر الاعتبار والسيطرة بالاستخدام القوة، استخدام الجيش حسب ما تراه مناسب. هل ستستطيع الموارد المائية السيطرة على كل ما ذكرته؟ أيضا هناك تقارير ونواب يتحدثون عن هجرة لأغلب سكان المحافظات الجنوبية، سيتم إحداث الكثير من الضرر في هذه المناطق. نعم حدثت فعلا هجرة في محافظة المثنى باعتبار أنا ابن المحافظة، وهذا ما لاحظته، وكانت تواصل مستمر مع وكيل وزير الموارد المائية مع السيد مدير عام الموارد المائية، ولكن كان الحجج بأنه عدم إمكانية السيطرة على التجاوزات بسبب عدم إمكانية الشرطة ونحتاج إلى تدخل الجيش. للأسف عند تشكيل خلية الأزمة من قبل دولة رئيس الوزراء تبين بأن الجيش هناك سيطرة كاملة من قبل الشرطة عفوا، لكن هناك ضعف في أداء دائرة الموارد المائية في الديوانية وتهاون في توزيع الحصص. سبب التهاون هو زراعة الفلاحين لمساحات أراضي زراعية أكبر من المقررة لهم، وبالتالي عدم وجود أمطار مما اضطروا إلى أخذ كميات كبيرة من المياه، ضغط الفلاحين ضغط المسؤولين هنا في المحافظة على الدوائر الموارد المائية. أنا أشكرك. سبب واضح. إلى هناك واضح تهاون. سيد محمد. الخبير المائي السيد محمد طالب، شكرا جزيلا لك سيد محمد. ما يزال قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب الجديد يتصدر المشهد الخلافي بين من يرى الضرورة أن تحسم هذه الملفات داخل البرلمان، ومن يعتقد أن الحسم من الممكن أن يأتي بخطوة جريئة من الحكومة. وسط ترقب ومطالبات بتشريعه في مجلس النواب، ما زال قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن سلم الرواتب في طور المراجعة والبحث من قبل لجنة خاصة، وسيتأخر تنفيذه لنهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، رغم تصريحات للنواب بقرب تطبيق السلم الجديد للرواتب. سلم الرواتب يعني أعتقد أن الأخ رئيس الوزراء شكل لجنة خاصة بدراسته جيداً، ونتمنى أن ينفذ لكي لا تتفاوت الرواتب بشكل كبير، ولكي يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، ونتمنى أيضا في الوقت ذاته أن لا تنخفض أسعار النفط إلى حد بعيد بحيث لا يمكن تنفيذ هذا القرار. التخصيصات المالية والخلافات السياسية أسباب قد تقف عائقا أمام المضي بتعديل سلم الرواتب ورفع رواتب الدرجات الدنيا في القانون، لتشهد بغداد قبل أيام تظاهرات فيها وفي بعض المدن للمطالبة بتعديل الرواتب.
سلم الرواتب لا يحتاج بتشريع قانوني ولا يحتاج إلى برلمان، وإنما من صلاحية رئيس مجلس الوزراء، بأنه صلاحية رئيس مجلس الوزراء هو الذي يقرر ولديه صلاحية بتطبيق هذا السلم على كافة الوزارات. مجلس النواب فشل في بناء مشاريع وقوانين تخدم الشريحة الواسعة من الشعب العراقي. أكو قوانين من صلاحية رئيس الوزراء وليس من صلاحية رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يمتلك قرار وطني في إنتاج قانون يخدم شريحة واسعة من المجتمع العراقي. من حق رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات تغيير وإنتاج وارتفاع سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين. التصريحات التي أطلقت من اللجنة المالية النيابية جعلت الموظفين يتوقعون أن رواتبهم ستعدل بلمح البصر، حيث تمت الإشارة إلى عزم الحكومة إقرار وتطبيق سلم الرواتب الجديد والمضي بالتعديل دون الإشارة إلى المدد الزمنية التي يحتاجها القانون. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. وتزامنا مع الأيام الأولى لشهر رمضان، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا جنونيا بأسعار المواد الغذائية، وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم الشديد جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية والجافة واللحوم البيضاء والحمراء والبيضة، وأبدأوا استغرابهم من الموقف الحكومي إزاء هذا الارتفاع، مطالبين بأن يكون للحكومة موقف حازم لردع التجار. إلى مستويات جنونية تقفز أسعار السلع والمواد الغذائية في أسواق العراق المحلية، متغيرات اقتصادية ضغطت بشكل كبير على القدرة الشرائية للعديد من الشرائح، فيما تقف الجهات الرقابية موقف المتفرج دون حراك يذكر. ارتفاع الأسعار يخيم على مشهد الأسواق العراقية في شهر رمضان، فالإقبال على المحال التجارية وشراء المستلزمات الغذائية ضعيف. المستهلكون في بغداد يشتكون من الغلاء المعيشي في ظل تذبذب أسعار صرف الدولار. المفروض الناس، التجار الكبار، الحكومة تنظر إلى هذه الطبقة الفقيرة، الطبقة المسحوقة. يعني المفروض أراعي الأمور، أنزل الأسعار بقدر الممكن بهذا الشهر الفضيل. أسعار جنونية بشكل زين، كلها ضد، كلها على المواطن، الأسعار والتاجر كلها ضد المواطن، والدولة لا حول ولا قوة. مع الأسف الشديد تضاعف الأسعار، إذا مو تصير أسعار جنونية، يعني ما أدري شنو الغاية من عندها. يعني هو رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الطاعات، والعالم إذا عدى ذنوب يكفر عنها في شهر رمضان. زين تجي ترفع الأسعار على شنو؟ بعدين تأثر على من تأثر؟ بس على الفقير. وأما هنا في إحدى المناطق الشعبية، فيحل شهر رمضان مختلفا هذا العام بسبب الأزمات الاقتصادية المستمرة. أبو مصطفى صاحب متجر صغير يقول إن السوق تعاني الكساد في مثل هذه الأيام. بون الأسعار وين بالسابق وين كان يمكن أكثر من الضعف، هم زاد السعر. وين هالسبب؟ يشوف قلة التواجد الناس، قليلة جدا. ويرجع اقتصاديون غلاء السلع في شهر رمضان إلى أسباب متعددة، ومنها استغلال التجار للسوق وتدهور العملة المحلية وغياب الرقابة الاقتصادية. ما تزال السوق العراقية عرضة لتقلبات الأسعار التي أثرت بشكل مباشر على الحركة الشرائية للمتبضعين خلال شهر رمضان. من بغداد، فقار فاضل، الرابعة. نفت وزارة التربية شمول المدارس بقرار تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك ساعة واحدة. المتحدث باسم الوزارة كريم السيد ذكر أن قرار تقليص الدوام الذي أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يشمل مدارس الدوام والمدارس، لافتا إلى أن مديريات تربية بغداد والمحافظات مشمولة أسوة بمؤسسات الدولة التي يتم تقليص الدوام فيها ساعة واحدة. كشفت لجنة التعليم النيابية عن وجود 31,000 درجة وظيفية شاغرة لحملة الشهادة العليا والأوائل.
رئيس اللجنة مساحم الخياط لفت إلى أن الأوائل يعانون من إحباط كبير بسبب عدم التعيين، مبينين أن الأقسام العلمية تعاني من نقص كبير في ملكاتها. وأعرب الخياط عن أمله بأن يكون تعيين الأوائل في وزارة التعليم حصرا. بعد 7 سنوات على توظيفهم، صدم 4000 موظف في صحة صلاح الدين بعدم قانونية أوامر تعيينهم بحجة أنها كانت بتصرف شخصي من قبل المحافظ السابق وليس وفق المنظومة التوظيفية في وزارة الصحة. بعد مرور 7 سنوات على تعيينهم، يتفاجأ أكثر من 4000 موظف في صحة صلاح الدين بأن أوامرهم ليست قانونية ولم تكن بعلم من وزارة الصحة، وإنما بتصرف من المحافظ الأسبق، ما دفعهم لمظاهرات حاشدة تطالب بإنصافهم وإدراجهم ضمن العقود المصادق عليها في الميزانية الحالية. احنا الموظفين اداريين في وحده في صحه صلاح الدين، وعددنا 4000 اداري. صار لنا نخدم في دائره صحه صلاح الدين منذ 6 سنوات، منذ 2016 2017 الى هاي السنه ما يقارب 6 إلى 7 سنين. تفاجئنا انه لم ندرج بالموازنه الاتحاديه لعام 2023، ما نعرف شنو السبب. احنا ما يقارب 8 سنوات ومن غير العقود، كنا عقود وثبتنا، يعني قبلها احنا كنا عقود، يعني حاليا احنا اي امورنا رسميه، كنا عقود اصلا، عقود يوميه، اجر يومي، بعدين تثبتنا على هذا الاساس. المشكله لم تقف الى هذا الحد فحسب، بل بات هذا العدد من الموظفين محرومين من التعيين او التقديم الى اي وزاره اخرى بسبب التقاطع الوظيفي. احنا هسه صرنا بالنار، يعني لا بينا نقدر نروح على غير وزاره نقدم، لان يعني راح يطلع عندنا تقاطع وظيفي ولا نبقى. زين احنا شنو مصيرنا؟ بس نريد نعرف. صحه صلاح الدين من جانبها اشارت لتدخلها بمخاطبات رسميه لوزاره الماليه في محاوله لادراجهم ضمن الميزانيه الحاليه وايجاد مخرج لمشكلتهم. اكملنا كل الاجراءات ويعني الكتاب في مراحله الأخيرة، بدورنا وعن طريقكم احنا يعني نطالب أن يكون هناك مطالبة لهذه الشريحة وهذه الأعداد الكبيرة التي تثقل كاهل الدائرة على أن تكون فقرة تضمن من ضمن فقرات موازنة 2023 التي يتم مصادقة عليها من قبل البرلمان. تهميش وإقصاء لشريحة كبيرة من الموظفين في صحة صلاح الدين الذين صدموا بعدم الاعتراف بأوامر تعيينهم التي مضى عليها 7 سنوات وتوقف صرف رواتبهم، الأمر الذي يتطلب وقفة الجهات الحكومية لحل مشاكلهم. محمد عادل، الربيعية 4، صلاح الدين. تفاجأ العاملون في شركة نفط الوسط بمحافظة واسط بتخلي الشركة عنهم ونقلهم لأخرى ألغت جميع امتيازاتهم وسط احتجاجات شعبية واتهامات بالفساد والإخلال بالاتفاق. المئات من العاملين في شركة نفط الوسط المسؤولة عن تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بحقل الأحداث في واسط تظاهروا بعد أن تخلت عنهم الشركة ونقلت خدماتهم لأخرى ثانية ألغت جميع امتيازاتهم التعاقدية. نشتغل في شركة نفط الوسط الواحة، فإجا مقاول شركة المحبة والوفاء، إجا أخذنا لمجرد سيولة ينقل لنا بس الراتب والإدارات، فقام يصنع قرارات الصالحة ضد هذا العامل الكادح اليومي، أجر يومي هذا. فأول شيء صدر قرارات الصالحة تنازلك عن حقوقك وعن عن نهاية الخدمة وعن الإجايز تذكرها الدولة والعطل والجمع. وإحنا نريد توصلون صوتنا رئيس وزراء للمحافظ للسادة القضاة الشرفاء، إحنا نريد توصلونها صوتنا في دو عينكم. والله معنا تاسا، أنا عمري اليوم 47 سنة، يا شركة تقبلني أشتغل بها، ذولا كلهم أغلبية أسألهم كلهم ذولا أسألهم واحد واحد أسألهم، أنا اليوم 47 سنة وين يا أهلي؟ يا شركة لا شرطة تستقبلني، لا مثل حتى شبكة حماية ما عندي. إدارة واسط من جهتها اتهمت شركة نفط الوسط بالفساد والإخلال بالاتفاقية الخاصة بالاستثمار، حيث أن هؤلاء العاملين من أبناء المناطق التي تقع فيها الاستثمار النفطي وتوفير فرص العمل الكريمة جزء من استحقاقهم الذي خلت به الشركة. مشاكل الشركات العاملة داخل حقول النفط هي مستمرة، هناك سوء إدارة من شركة نفط الوسط وأكو فساد واضح، فساد إداري
بالتالي احنا واجبنا انه نوظف كل امكاناتنا لحل مشاكلهم، هم ابنائنا، لكن ايضا وفق القانون والدستور لا يمكن انه الاضرار بهذه المنشآت هذه لخدمة الناس، الاف العوائل تعتاش على هذه الشركات. وطالب المتظاهرون بإعادة تعاقدهم مع شركة نفط الوسط وضمان جميع حقوقهم القانونية وأن لا يوكلوا شركة ثانية، واصفين الخطوة التي أقدمت عليها الشركة بالتمهيد للاستغناء عن خدماتهم واستبدالهم بعمالة أجنبية. سجاد العطية، رابعة وسط. يشكل سوق الجمعة متنفسا للبسطاء وأصحاب الدخل المحدود في كركوك، إذ يستقطب هذا السوق العشرات من أبناء المحافظة لما يسخر به من مواد مهمة وأساسية بالنسبة لهم وبأسعار أقل ما يعرض في المراكز التجارية. على إثر التحركات الحكومية لتوسعة المدن وإنهاء أزمة السكن الحالية ضمن خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، خرج المئات من أصحاب الأراضي التي وقع عليها تصميم المدن الحديثة في كركوك احتجاجا على شمول أراضيهم ضمن المشروع، مؤكدين أنهم يمتلكون سندات تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي التي تمت مصادرتها قسرا من قبل النظام البائد. خرجنا احتجاجا على قرارات الحكومة الحالية لأخذ أراضينا من القرى الأكراد والتركمان و العرب المنطقة أيضا لغرض أغراض سياسية وليس لأغراض بناء أو تعمير. عندهم يعني طابو زراعية احنا نسميه قرى طابو، يعني نسميه طابو أسود من زمن العثماني. نواب عن المكون التركماني أكدوا أنهم مع مطالب المحتجين لتشكيل لجنة مختصة لإعادة حقوق أصحابها المسلوبة، مبينين أن عشرات القرى ستتضرر جراء إقامة المشروع على مساحة تبلغ 15,000 دونم. ملتحقين مع أهلنا وناسنا في المدارات، هذا سلمية وهذا رسالة للحكومة العراقية لتشكيل اللجنة حقيقية لإرسال إلى محافظة كركوك لقصد الحقائق وهذا الحل الجذري لأراضي كركوك. وكما يقول أحد الوجهاء أن اختيار الأراضي للمدن الجديدة في كركوك خضع لتوافق سياسي من حيث البناء والتوزيع للمشيدات، مستغربين ذات الوقت من صمت الحكومة المحلية تجاه هذه المظلومية. ونحن نعرف هذه المدن السكنية أين صممت وأين وزعت للمقاولين ومن المستفاد منه ولمن ستوزع، من أناس خارج تغيير ديموغرافي. نحن بدورنا نقول لكم أين أنت يا سيادة المحافظ وإدارة المحافظة ومجلس المحافظة. خطوات تصعيدية ستكون في المرحلة القادمة في حال بقاء اختيار مشروع المدن الجديدة للأراضي الحالية في كركوك بحسب المتظاهرين. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. إلى عناوين النشرة. قبيل ساعات من جلسة البرلمان، سانت ليغو يعيد الاعتصامات أمام الخضراء ودائرة الرفض السياسي للقانون تتسع. إلا بموافقة بغداد، تركيا توقف صادرات النفط الخام من شمال العراق، ونواب يتحدثون عن حلول لسد عجز الموازنة. بعد تراجع مناسيب المياه، بلاد الرافدين تشكو جفافها أمام الأمم المتحدة، وتحذير نيابي من هجرة شاملة لسكان الجنوب. تزامنا مع أيام رمضان، أسعار المواد الغذائية تواصل ارتفاعاتها الجنونية، والجهات الرقابية صماء عن أنين المواطنين. كانت هذه نشرة أخبار الرابعة. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، وتويتر. شكرا لكم، إلى اللقاء.